وزعت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزعت أكثر من 3000 كرتونة مواد غذائية على أكثر من 3000 من الأسر الأكثر احتياجاً بمركز بني مزار بمحافظة المنيا. وتشمل الكرتونة الواحدة على العديد من المواد الغذائية المختلفة من لحوم ودواجن وأرز وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، فيما أشار المسؤولون داخل المؤسسة إلى أنه تم اختيار المستحقين بعناية كبيرة من خلال عمل الأبحاث الاجتماعية والميدانية داخل القرى والعزب والنبوع لاختيار الأكثر استحقاقاً.